الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده، نستعينه، نسترشده، نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الأكارم، المصائب والامتحانات أمر لا بد منه في هذه الحياة الدنيا. من منا لم تنزل به مصيبة؟ من منا لم يختبر ببلاء؟ من منا لم يفقد حبيبا؟ من منا لم يفقد قريبا أو صديقا؟ من منا لم يتعرض لهم أو مرض أو غم أو بلاء؟ هذه سنة الله في عباده، أن يبتلى الإنسان بالشر والخير، يبتليهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، يبتلي عباده بالشدة والرخاء والصحة والمرض والغنى والفقر والطاعة والمعصية، حتى يتبين الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة أي ابتلاء. ونبلوكم أيها الناس، أيها المؤمنون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الإخوة الأكارم، الدنيا مليئة بالحوادث والفواجع والأمراض والأسقام، بينما الإنسان يسعد بقرب حبيب أو عزيز، أب أو أم أو زوجة أو ولد، إذ هو يفجأ بخبر مرضه أو وفاته، بينما الإنسان في صحة وعافية، إذ هو يفاجأ بمرض يكدر حياته ويقضي على آماله، بينما الإنسان يعيش في رخاء، إذ بهاتف يرن أن محلاً قد احترق، أو معملاً قد أصيبت به مصيبة. هذا بلاء، هذا اختبار. أشد الناس بلاءً الأنبياء، هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاءً الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، المصيبة على قدر الدين. إذا الإنسان دينه رقراق لا تأتيه المصائب، لأن الله عز وجل يخاف بالمصيبة التي تنزل عليه أن يذهب دينه. يبتلى المرء على قدر دينه، وما زال البلاء ينزل على العبد
حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أنبياء الله ابتلوا بالأذى والأمراض فصبروا، وكان عاقبة صبرهم حسنا. وأسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها محن، مصائب، ابتلاءات، اختبارات. ماتت زوجته الوفية في وقت عصيب، ثم مات بعض بناته، ثم مات ابنه إبراهيم. الموت صعب. هل المصائب درجات؟ من أعظم المصائب أن يفقد الإنسان الأحبة. مصيبة الموت مو مثل مصيبة المال أيها الإخوة الكرام. الله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال: أصابتكم مصيبة الموت. ماتت زوجته الوفية، مات بعض بناته، مات أولاده الذكور. لم يزد أن قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعقوب، ما من سورة إلا ويذكر فيها أنبياء الله، ولكن سيدنا يعقوب ذكر في أكثر من سورة، وعلى وجه الخصوص في سورة يوسف. قيل بقي في البلاء 40 سنة في إحدى الروايات. فقد ولده، فقد قرة العين، فلذة الكبد. يوسف الحبيب المحبوب لم يزد أن قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أتعلمون ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلا إلى الله. لا يشكو إلى الناس، لا يشكو إلى الناس، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبعد أن كبر وضعف فقد ابنا آخر، فقال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أيوب، أيوب الذي يضرب المثل بصبره، ظل في مرضه وقد بلغ 70، بعد 70 إجا المرض، 18 سنة مريض، حتى تركه أولاده. مرض، مرض، وأي مرض! نسأل الله عز وجل العافية، سلوا الله العافية، فما أوتي أحد بعد الإيمان بأفضل من العافية. ابتلي في جسده وسائر بدنه حتى تساقط لحمه، لم يبق إلا العصب والعظام. قالت له امرأته وقد طال وجعه: يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك. فقال: قد عشت 70 سنة في العافية. صحيحا، الله صلى الله عافيني 70 سنة، الآن أتاني المرض، فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة. ثم نادى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيها الأكارم،
قلت ما منا إلا وعنده ابتلاء واختبار ومصيبة، هذا في مالي، هذا في داري، هذا في أولاده، هذا في أرحامه، هذا في فراق أحبته، نزلت مصائب على أهل هذه الديار ما لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم، ليعلم كل مصاب وكل مبتلى علم اليقين أن كل مصيبة وقعت إنما وقعت بقدر الله تعالى وقضائه، فقد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بالابتلاء، بالحادث، بالمصيبة، بالاختبار يرفع شأن الأخيار ويعظم أجر الأبرار. كلما كانت المصيبة أعظم كان الأجر عند الصبر عليها أكبر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. هل يستوي من يشاك شوكة في يده فتنزل منها قطرة دم مع من يحترق متجره أو معمله؟ عظم الجزاء مع عظم البلاء. يا من ابتلي ببلاء، بفقر، بهم، بغم، بمرض، بمصيبة في المال، يا من ابتلي بفقد حبيب أو صديق، أبشر بالأجر والثواب وتكفير الخطايا والسيئات. فهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يواسينا ويعلمنا عند المصيبة، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رأيتم في فصل الخريف كيف تتساقط الأوراق عن الأشجار؟ هكذا عند المصيبة مع الصبر. وفي الحديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حديث لأول مرة أسمعه، صداع المؤمن. صداع، ما أكثر الصداع في هذه الأيام، صداع يعني وجع الرأس. صداع المؤمن وشوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله به يوم القيامة درجات ويكفر بها عنه من ذنوبه، حتى الصداع. فيا صاحب الألم، يا صاحب الهم، يا صاحب الصبر، اصبر، فإن لك بابا من الأجر والثواب لا يأتيك إلا من باب المصيبة. أيها الإخوة الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تروي أم سلمة، ما من عبد تصيبه مصيبة، مصيبة أي مصيبة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. اللهم أجرني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف خيرا منها. قالت ولما توفي أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة؟
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم عزم علي صلى الله عليه وسلم فقلتها: اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال: فخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أجرها في مصيبتها وأبدلها بأبي سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن الله ما ابتلاك إلا ليطهرك ويرفع درجتك، لأن الرجل تكون له عند الله منزلة ما يبلغها لا بعمل ولا بغيره إلا بصبره على هذه المصيبة. اللهم إنا نسألك الصبر عند البلاء. أيها المديون، أيها المريض، أيها المكروب، أيها المظلوم، أيها المعسر، أيها المهموم، أيها الفقير، أيها المحروم، يا من يشكو العقم ويبحث عن الذرية، يا من يبحث عن السعادة الزوجية، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، يا من فقد داره، يا من فقد متجره، يا من فقد معمله، يا من فقد أولاده، لماذا لا تشكو أمرك إلى الله وهو القائل: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع إلى الله أيدينا وبألسنتنا نرفع حوائجنا؟ فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أين نحن من الإلحاح والتضرع إلى الله؟ من بيده الشفاء؟ من بيده الفرج؟ من بيده العطاء؟ من بيده تفريج الكروب؟ لا كاشف للبلوى سواه، ولا توفيق ولا فلاح ولا سعادة ولا نجاح إلا من الله. يا من بليت بمصيبة أو بلاء، ارفع يديك إلى السماء وأكثر الدمع والبكاء وألح على الله بالدعاء. ولرب نازلة أي مصيبة يضيق بها الفتى ذرعا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها مخرج ضاقت. والله ضاقت، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، الإبرة ما عاد نشوفها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يقول القاضي شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نعم. هل تصدقون أن المصيبة فيها نعم؟ أولاها أنها لم تكن في دينه، اشكر الله، نيحي لما تخطيت حدود الله، لم تقتل، لم تسفك دما، لم تتجاوز حدود الله، والحمد لله. والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، لأنه كل مصيبة في مصيبة أكبر منها. اللي بيشوف مصايب الناس تهون عليه مصيبته. والثالثة أن الله رزقه الصبر عليها إذ صبر. اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان، ولكن ما منا إلا وقد أصيب
اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.